السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في الفيديو اللي غادي نشاهدوا فيها الخلاف الذي دار بين شادراك موسونغو والبحراوي لاعبي فريق النهضة الرياضية البركانية في المباراة الأخيرة أمام شباب السوالم. الخلاف الذي دار بين البحراوي وشادراك حول من سيتكلف بتنفيذ ضربة الجزاء، هنا تدخل كامارا وضيو لتهدئة الأمور، لكن شادراك موسونغو هنا كما تشاهدون أصر على تنفيذ ضربة الجزاء. البحراوي غاضب من تصرفات موسونغو، الآن يتكلم مع دكة البدلاء أو مع مساعد المدرب حول التصرف الذي قام به شادراك موسونغو. إذن كما تشاهدون هنا ضيو يتكلم مع اللاعب، اللاعب سوف ينفذ ضربة جزاء كما تشاهدون، يسجل هنا الهدف لفائدة النهضة الرياضية البركانية. لكن كما تشاهدون في الصورة تعودنا الفرحة بين لاعب الفريق، هنا لم يحتفلوا لاعب الفريق مع اللاعب سوى لاعبين، لكن تعودنا أن يكون احتفال بطريقتهم الخاصة بفرحة اللاعبين. ردت فعل صراحة كانت غريبة جدا من اللاعبين، ومثل هذه التصرفات تسيء للفريق، تضر بقوة الفريق في المباريات القادمة. فريق تنتظره مباريات صعبة محليا وقاريا أمام فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية. لا يجب أن يدخل اللاعبين في مثل هذه المشاحنات، على المدرب وعلى إدارة الفريق أن تكون واعية بخطورة مثل هذه التصرفات، لأنها تضعف قوة الفريق وتخلق مشاكل للفريق. في مباراة شباب السوالم شاهدنا الأداء الباهت للفريق، الفريق لم يظهر بشكل أفضل رغم فوزه بأربعة أهداف لثلاثة، فوز كان صعب صراحة أمام خصم صراحة ماشي شي خصم كبير جدا نظرا لأسماء المتواجدة داخل فريق النهضة الرياضية البركانية.